فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ما زال المؤلف رحمه الله يتحدث في بيان صراط الذين غضب الله عليهم والضالين، في ذكر أنهم اليهود والنصارى ومن اتصف بصفاتهم. وقفنا عند قوله رحمه الله: وقال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، بعد أن قال: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فوصف اليهود أنهم كانوا يعرفون الحق قبل ظهور الناطق به والداعي إليه، فلما جاءهم الناطق به من غير طائفة يهوونها لم ينقادوا له، وأنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم. وعقد للشبه بينهم وبين من شابههم من هذه الأمة قال: وهذا يبتلى به كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو الدين من المتفقهة أو المتصوفة أو غيرهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زال السياق في أهل الكتاب. الشيخ رحمه الله يتكلم عن اليهود والنصارى وعن اليهود بالذات، لأنهم أهل تعنت وأهل عناد وأهل بغض للذين آمنوا. لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، فهم مثل عبدة الأوثان في عداوة التوحيد وعداوة المؤمنين، مع أنهم أهل كتاب وأهل علم. وعبدة الأصنام أهل جهل، فهم شابهوا الجهال والعياذ بالله وألغوا العلم الذي معهم، فلذلك صاروا مغضوبا عليهم، بل إن الله لعنهم. وذكر الآيتين، الآية الأولى قوله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وهذه الآية في اليهود، فإنهم كانوا قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون بعثته ويعلمون من هو هذا الرسول الذي سيأتي، كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فإذا صار بينهم وبين المشركين، بين الذين كفروا من الأوس والخزرج، لأنهم كانوا يجاورونهم في المدينة، فإذا صار بينهم خصومة أو اختلاف، فإنهم يهددون هؤلاء الكفار، يهددونهم في أنه سيبعث نبي قريب خروجه وسينضمون إليه فيقاتلون هؤلاء الكفار. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا يستفتحون بهذا النبي ويقولون إنه سيبعث عن قريب ونكون معه فنقاتلكم. فلما جاءهم ما عرفوا، لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وكانوا يعرفونه من قبل، حسدوه وكفروا به. الحمد لله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، قال الله جل وعلا: فلعنة الله على الكافرين. لعنهم، كما أنه غضب عليهم لأنهم خالفوا الحق عن معرفة وعن علم، وحملهم على ذلك الكبر والحسد لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته. إذن فاليهود مغضوب عليهم وملعونون، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وسجل الله عليهم الكفر، فلعنة الله على الكافرين، فدل على أن أهل الكتاب الذين لا يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم أنهم كفار، وأنهم أشد كفرا من عبدة الأوثان ومن الأميين، لأن عندهم الكتاب والمعرفة، فهم عصوا الله على بصيرة، فاستحقوا هذا الغضب وهذه اللعنة، وسجل الله عليهم الكفر. وفي هذا رد على الذين ينادون الآن بأن الأديان كلها صحيحة
وأنه لا إنكار على اليهود ولا إنكار على النصارى، وأنه يجب أن تجتمع الأديان الثلاثة، يعني يريدون الجمع بين الحق والباطل، وبين الكفر والإيمان، وهذا لن يكون أبدا. فإنه لا دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا الدين الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أبى أن يطيع هذا الرسول ويتبعه فهو من الكافرين، وهو من أهل النار خالدا مخلدا فيها، سواء كان من اليهود أو من النصارى أو من الأميين أو من العرب أو من العجم أو من أي جنس كان. هذه الآية الأولى. ومن لطائف حكمة الله سبحانه وتعالى أن هؤلاء الكفار الذين كانوا يهددونهم ببعثة محمد وأنهم سيتبعونه ويقاتلونهم، هم الذين من الله عليهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وهم الأوس والخزرج رضي الله عنهم. لما قدموا إلى مكة حاجين وجاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الدعوة ويعرض عليهم الدخول في الإسلام، قالوا إن هذا الرجل لهو الذي تتهددكم به اليهود، فبادروه قبل أن يسبقوكم إليه، فآمنوا به وبايعوه وصاروا هم أتباعه على الحقيقة، وقاتلوا اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. لما خانوا العهد قاتلوهم حتى أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة، وأورث الله المسلمين أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم يطأوها.